السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. معنا كيفية جديدة مع أم يزن. اليوم نصنع لكم ليمون شو. نحتاج في هذه الكيفية إلى العناصر التالية: 4 كيسان فارينة، 1 ملعقة صغيرة من الملح، 2 ملعقتين من الخل. أربعة ملاعق من الزيت. ونقوم بخلط المزيج جيدا. نضع كمية من الماء ونقوم بالمزج جيدا للحصول على العجينة. نضيف كذلك كمية معتبرة من الماء. نلاحظ أن العجينة بدأت تتماسك. الآن نزيل الصحن. نقوم بدلك العجينة لمدة 5 دقائق للحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة. بعد 5 دقائق من الدلك نتحصل على عجينة طرية بهذا الشكل. نتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة في داخل الصحن ونغطيها بالسيلوفان الغذائي ونتركها تهدى كما قلنا لمدة 15 دقيقة لكي تساعدنا في الحل عند استعمال زبدة التوريق. نلتقي بعد 15 دقيقة إن شاء الله. وفي المرحلة الثانية نقوم بتحضير صلصة الجبن الخاصة بالحشو تاع ليمونشو، حيث نحتاج إلى العناصر التالية: كأس من الحليب، 1 ملعقة من النشا، 1 ملعقة من الفارينة، نخلط المزيج جيدا حتى نحصل على محلول متجانس، ثم نضيف له قليل من الملح نضعه على النار ونواصل المزج جيدا حتى نتحصل على خليط كثيف. وبعد عملية الخلط المتواصل نتحصل على هذه الكريمة الثقيلة أو الخاثرة كما يقولوا بالدارجة. نقوم بإضافة قطعة من الجبن، يمكنكم اختيار نوع الجبن الذي تفضلونه، ونواصل المزج والخلط
حتى نحصل على خليط متجانس. هكذا حتى نتحصل على هذا المزيج المتجانس من صلصة الجبن، نقوم بتغطيتها بسيلوفان، وذلك لتفادي ظهور قشرة على سطح صلصة الجبن، وبهذا نكون قد انتهينا من تحضير صلصة الجبن. في انتظار أن تجهز عجينة التوريق، نضع صلصة الجبن جانبا. بعد مرور 15 دقيقة على العجينة، نحتاج إلى 250 جرام من زبدة التوريق. توجد عدة أنواع في السوق، قمنا باستعمال هذا النوع، ولكم الحرية في اختيار النوع الذي تحبذونه. نستعمل زبدة التوريق لبرشها على العجينة بعد بسطها باستعمال ما يسمى عندنا في الجزائر بالحلال. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، نرش قليل من الفارينة لكي لا تلتصق العجينة. ونقوم بالعملية التالية، ما يسمى بعملية حل العجينة أو فرد العجينة. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، هكذا بعد ما فردنا ولبسطنا العجينة تاعنا، حصلنا على عجينة بهذا الشكل، حيث يجب أن لا تكون خشنة بعض الشيء، وتكون كما هو موضح في الصورة والفيديو كما يلي. نقوم الآن ببرش زبدة التوريق على العجينة. نختار الجهة ذات الثقوب الرقيقة، كما تلاحظون بعد ما وزعنا زبدة التوريق بالتساوي على العجينة، نقوم بلفها sous forme de roulé en français، هكذا. كما تشاهدون نقوم بإحكام إغلاقها جيدا لكي لا تخرج زبدة التوريق من العجينة. كما تشاهدون نقوم بفردها بالحلال بعد رش الفرينة هكذا لكي لا تلتصق كما تشاهدون.
بعد ما فردناها هكذا نقوم الآن بطيها هكذا. تشاهدون نقوم الآن بفردها للمرة الثانية بنفس الطريقة الأولى، نقوم بطيها للمرة الثانية هكذا. وبهذا نكون قد انتهينا من تحضير عجينة التوريق. وللتأكد من نجاحنا في عملية التحضير أريكم ما يلي. نقوم بقصها هكذا لكي نرى هل تشكلت الوريقات أم لا. لاحظوا معي أعزائي المشاهدين، فهي مورقة كما تشاهدون، وبهذا نتأكد من أننا نجحنا في تحضيرها. نقوم الآن بفرد العجينة مرة أخرى بسمك رقيق جدا كما تشاهدون. نحصل على عجينة بهذا السمك كما يلي. والآن نقوم بتقطيعها إلى مستطيلات كما تشاهدون، مستطيلات بعرض 5 أصابع كما تشاهدون. والآن نمر إلى مرحلة الحشوة. يمكنكم حشوها باستعمال صلصة الجبن أو باستعمال اللحم المفروم، حيث يتم خلطه كما يلي. بعد أن نكون قد طرقنا قليل من صلصة الجبن لاستعمالها في التزيين في المرحلة الأخيرة، نقوم بمزج الخليط اللحم المفروم مع صلصة الجبن. كما يمكنكم، بعض الأشخاص يفضلون صلصة الجبن وحدها بدون لحم مفروم، هذا حسب أذواق الجميع. والآن نقوم بعملية الحشو باستعمال ملعقتين كما يلي من أجل توزيع الحشوة جيدا وتنظيمها. والآن نقوم بلف الحشوة العجينة على الحشوة كما يلي، ونستعمل بيضة أو قليل من البيض لإغلاق العجينة لكي لا تنفتح أثناء طهيها. والآن نقوم بقصها كما تشاهدون هكذا. وبهذا تحصلنا على أولى حبات المونشو، ونقوم الآن بوضعها في الصينية. كما أوصيكم بأن لا تنسوا استعمال ورق الطهي لتفادي التصاق المونشو. بعد ما انتهينا من تحضير حبات المونشو، نقوم بطليها بقليل من البيض، وذلك لتعطينا لون جيد داخل الفرن بعد عملية الطهي. كما يمكنكم تزيينها باستعمال حبة البركة لتعطي مظهر جيد كما تشاهدون. والآن نضعها في الفرن لمدة 25 أو 30 دقيقة على درجة حرارة 200 مئوية. نلتقي بعد عملية الطهي. بعد انقضاء مدة الطهي نلاحظ حبات المونشو كما هي في الشكل كما ترون. والآن نقوم بتزيينها باستعمال صلصة الجبنة والجبنة المفرومة كما تلاحظون.
هكذا نضع قليل من صلصة الجبن التي قمنا بتحضيرها سابقا، نضيف لها، نضع عليها كما تشاهدون الجبن المفروم هكذا، تظهر بهذا الشكل الجميل، ونعيد العملية بالنسبة لحبات المنشور الآخرين هكذا. والآن كما ترون حبات المونشو بعد الانتهاء من عملية التزيين كما هي في الصورة. نتمنى تكون أعجبتكم الكيفية والطريقة. لاحظوا معي حبات المونشو بعد فتحها من الداخل كما ترون مقرمشة وغنية بالبروتينات. نتمنى تكون أعجبكم الفيديو وطريقة التحضير. نحن في انتظار تعليقاتكم وآرائكم. نتمنى ديروا لنا جام، واللي عنده كشمة راي ولا كشمة فكرة يعلق لنا في الأسفل، وشكرا.